المشاهد من المشاهد المتكررة في الوطن العربي تشبيه الرؤساء والأنبياء بالرسل والعياذ بالله. ده بيتكرر كتير في الوطن العربي. يعني سيبك من مرحلة اللي يقعد يشرب الخمر نص ساعة الهوا وكده والكلام ده، دي مراحل بداية جدا. إنما تشبيه بالرسل ده مشهد متكرر للأسف. مشهد بيحصل في الوطن العربي كله. ووصل طبعا للجزائر. وزير المجاهدين الطيب الزيتوني، ايوه في وزاره هناك في الجزائر اسمها وزاره المجاهدين. المهم وزير المجاهدين شبه بوتفليقه بالرسول عليه الصلاه والسلام للاسف الشديد. قول الله سبحانه وتعالى بعث محمد رحمه للعالمين وبعث عبد العزيز بوتفليقه رحمه للجزائريين. فعلا فعلا. احنا بمناسبه يعني ذكرى قول الله سبحانه وتعالى بعث محمد رحمة للعالمين وبعث عبد العزيز بوتفليقة رحمة للجزائريين. سالم سالم. احنا بغض النظر عن كل الكلام اللي حضرتك بتقوله والاستغفار وكل الكلام ده، انما يعني سامحني لثانية بس هقول لك حاجة، ثانية واحدة. لما كلهم مش عارف اقول ايه والله، لما كلهم كده صالحين وانبياء، احنا متأخرين ليه والناس بتموت ليه؟ وليه الجزائر في القاع والمغرب في القاع وليبيا في القاع ومصر في القاع والسعودية في قاع القاع واليمن في القاع وموريتانيا في القاع والسودان في القاع؟ ليه؟ لما كلهم ده هاشمي وده من نسل النبي وده زي النبي وده ورا فرس النبي، لما كلهم كده ليه احنا في القاع؟ تسألش حدش يجاوبك خالص، حدش يجاوبك. ده على اساس الكلام الحقير ده. الموضوع ما وقفش عند كده. سياسي جزائري اسمه محمد بن حمو قالك احنا بنأيد بوتفليقة بس لينا طلب. ايه الطلب يا حمو؟ قالك يقسم علينا الغنائم زي الرسول. رئيس الجمهورية مع امن واستقرار الجزائر، ولكن من بعد هاي الجزائر امنة ومستقرة. احنا فوتنا الانتخابات الرئاسية ولكن ما محلنا من الإعراب. نحن نريد أن نكون شركاء في العمل السياسي. حتى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنتهي الحروب، ونحن لسنا بحرب مع بعضنا بعض، ولكن نحن مع حرب ضد الإرهاب، ضد يعني التدخلات من الخارج، ضد يعني كل ما يريد أن يمس الجزائر. ولكن هاي انتهت الرئاسيات، هاي انتهت يعني المحطات هذه الانتخابية، ما محلنا من الإعراب. الرسول كان يوزع الغنائم، حتى احنا نريد الآن أن نكون شركاء بالمعنى الكامل. قال لك احنا ايه بس نتشارك نوزع الغنائم. هو الناس هم الصحابة لما جريوا على الغنائم في أحد خسرنا حقيقة، بس يلا يعني نوزع الغنايم احسن من. انا مش عارف يعني انتوا يعني حاطين بوتفليقة في اي مربع كده مع مربع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في اي مربع؟ يعني انا مش فاهم، مربعات مش متقاربة خالص خالص خالص.